السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا مع التطبيق دولفين. دولفين قلنا عنه هو الفايل مانجر، ممكن انت ترتب بها فايلاتك بحسب الشكل انت تريده. ممكن تعمل كونفيجر للتول بار. التول بار تلاحظ انه فيها باك فورورد سيبريت ايكون، لاحظ هاي الاشياء ممكن تضيف انت من هنا، تضيفها هنا فراح يكون عندك الكرنت اكشن راح يزداد عندك. يعني مثلا خلينا نقول ضفنا كومنت، كنا ابلاي، الاحظ كومنت ايضا ضافت، راح ارجع الكومنت، اعمل ابلاي، الاحظ كومنت اختفت. اضف الى ذلك ممكن انه انا اعمل كونفيجريشن للدولفين. في الدولفين كونفيجريشن اللوكيشن، ممكن انا اغير اللوكيشن اللي عندي، اختار غير اللوكيشن. مثلا اريدك تروح مثلا على هوم او اي تي سي او ديف بوت، طبعا بعد ما شرحنا هاي الاشياء. ايضا ممكن انه انا اذا فاتح، فلنفرض فتح دوكيمنت، ممكن اضغط use current location راح يختار لك المكان اللي هو بيها. طبعا هذا لانه احنا بالفاين بالداونلود. document use لحظة cancel find image، ليش يظهر بهذا الشكل؟ اوكي لو نذهب احنا هنا picture use current location راح يروح للهوم فولدر. اوكي بهالحاله انه احنا لازم نحدده منها بيكتشر. اوكي اقول ابلاي. طبعا انا اريد اختار هوم دي يروح للداونلود في دوره اللي هو الهوم. يوز ديفولت لوكيشن يرجع يختار الاساسي اللي هو عايد للنظام. السبليت فيو مود دائما راح يعرض لك اياه على شكل سبليت اللي احنا اخذناها. اديتبل بمعنى انه انت ممكن تتحكم في الهوم، هنا انت تضيف الباث اللي تريده، واحنا عملنا اديتبل. فول باث انسايد لوكيشن بار ممكن يظهر لك الباث الحقيقي بالكامل. شو فلتر بار ممكن يشوفك الفلتر بار اذا تريد تعمل فلترينج، ما انصحك بتغييرها. الفيو مود ممكن انه الايكون سايز تكبرها، يعني من تعرضها انت راسا تبدا بال 80 او تبدا باصغر ب 20 او 30. بريفيو حسب العرض 64 بيكسل او اكثر. الكومباكت نفس الحاله، هذا اللي كنا نستخدمهم، هذول الاشياء اللي كنا نستخدمهم في البدايه كيف يعرضهم. يعني هسه هذا في الديتايلز، ديتايلز عفوا عملنا 22 لاحظ صغرهم. اوكي نافيجيشن سنجل كليك، لما كنت اضغط على هوم راسا كان يفتحها صح. هسه انا ممكن اقول له دبل كليك واعمل ابلاي كليك هذا الهوم. في داخل الفولدرز لاحظ هذا لانه عايد للديسكتوب، في داخل الديسكتوب او الفولدرز في داخل دولفين ما عاد انه احتاج انه اعمل دبل كليك، مجرد اعمل يعني ما احتاج انه اعمل كليك، اعمل دبل كليك. طبعا هنا انا حتى لا اشوش نفسي الكنترولز اشيل الهيدن، يعني اعمل دبل كليك. اوكي رجع سنجل قول ابلاي، اعمل كليك راسا فتح، تلاحظ كليك راسا فتح، ارجع اقولها دبل كليك، اعمل كليك لاحظ ما يفتح، اعمل كليك ما يفتح، دبل كليك يفتح. عندك السيرفيسز ما يحتاج انه تغير اي شيء من عندها. تراش تراش موجوده هنا ما يحتاج تغير اي شيء من عندها. وهنا عندك الجنرال في اشياء مثلا ريمبر بروبرتيز فور ايتش فايلز، هاي الاشياء ما تحتاج تغيرها، واذا حبيت تغيرها غيرها وجربها، ولا هي ما حاجه. ممكن ترجع للديفولت للاساس، فمنها تقدر تعمل كنترول كثير. كذلك منها أنا ممكن تعمل open مع البراوزر، او ممكن تعرضها في احد برامج العرض. ممكن تعمل action انه تعملها في ارشيف هذا الباث directory، وممكن ترسلها بايميل ويضغط لك اياها. properties راح يعرض لك خصائص البيكتشرز، لاحظ properties of pictures خصائص هذا الفولدر الموجود في دولفين. ممكن اغير شكل الايقونة. file type option ممكن ايضا اغيرها، ممكن استخدم غير فايل مانجر في فتح هذا الفولدر. فاشياء كثيره ممكن انت تعملها في الفايل. ممكن اعمل ريفرش. بيرميشن ممكن اغير البيرميشن، الاونر المالك اللي هو اني في دوره، ممكن انه اعرضه واغير في المحتويات مالته، فيو اعرض واغير ايضا في المحتويات. الجروب في حاله انه اكو مثلا عندي ضفت احمد وهو موجود اصلا في جروبي اللي هو في دورا، ممكن اعمله فوربيدن، اي بمعنى انه احرمه من دخوله لهذا المكان. ممكن اخليه فقط يعرضها ريد، ممكن اعمله ريد رايت. ادفانس بيرميشن
بمعنى انه اني اعمل خصائص. طبعا هاي شغلات متقدمه، الاونر الحق بالريد والرايت، الاونينج جروب بمعنى اذا كان شخص اخر بس مو نفس الشخص اللي هو عمل الفايل له حق فقط يعرضها، والاذرز له فقط انه يعرضها بس ما لهم حق في كتابته وحذفه. استطيع ايضا انا الوحيد انه اعمل رينيم وديليت للفولدر. الجروب في دوره ممكن اعمله ويل، هذا ايضا ما انصح تعمل الويل، ويل هو في ضمن الروت، فبعد ذلك اعمل اوكي. فممكن تغير انت بالخصائص اللي تريد لاي فولدر اي فايل في داخلها. كرييت نيو ويندو، نيو تاب، نيو تاب حيفتح لك تاب اخر، نيو ويندو حيفتح لك اصلا دولفين اخر مختلف. طبعا خلينا نشيل بانل الانفورميشن ما نحتاجه. كذلك ممكن تعمل تخصيص، يعني مثلا تعمل هنا رايت كليك اضيف انتري مثلا الهوم، او هوم احنا اصلا مضاف عندنا صح، خلينا نضيف الميديا. اوكي اوكي الاحظ الميديا ايضا انضافت. ممكن اعمل رايت كليك اديت او ريموف. ممكن ايضا اعمل انلوك للبانل، ممكن احذفه فما يبقى عندي بانل، ممكن اعرضه على هذا الشكل. لاحظ يعني اذا في حالة انه انت تريد تخصص حاطيك واجب مثلا، لاحظ اني عندي الفايل مانجر عملته مثل الابل بهذا الشكل، فمطلوب من عندك انه تعمل هذا الشيء. سهل جدا مو صعب، يعني لاحظت انت تقدر تخصص اي شيء في داخلها، فهذا ممكن ايضا تحذفه ما تبقيها، ممكن تشيله. فممكن في الاكشنز اوبن في كثير اشياء، يعني انه انت تقدر تعملها في داخل هذا. لو نعملها بهالشكل لاحظ صارت نفس الشكل صح، ظهرت نفس الشكل. توب ليفت بوتوم لاحظ نزلت للاسفل. ممكن اعمل شو تول بار اشيله لاحظ حذفته. ممكن منيو بار لاحظ ده حولها نفس الشكل اللي انا كنت اريده. رايت كليك اشيل سايز لو تجي تباوع، ومفروض واجب بيتي بس انا سويت لك يسأل. لاحظ صارت بنفس الشكل فقط الثيم يختلف. لهنا نجي لنهاية الدرس، نلتقي وياكم ان شاء الله الدرس القادم. مع السلامة.